أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الدلو السبت 13 مارس 2021. تشعر أنك قوي جدا ومتحمس لكل ما هو جديد. تستطيع قطع أميال طويلة في وقت بسيط. ابدأ اليوم في المشاريع التي كنت تظن أنها مستحيلة، فاليوم لن تجد أسهل منها. ستنجح في أي شيء تقوم به أو تجربه اليوم. لا تضع هذه اللحظات في المشاهدة على التلفاز. عاطفيا، تقلق بسبب تغير الحبيب معك خلال هذه الفترة، ولا تتجاهل نصائحه لك واستمع منه. مهنيا، قد توقع عقدا جديدا أو تباشر عملا آخر وتسمع كلمات الثناء والتقدير لأفكار جديدة قدمتها أو لموهبة تمارسها في العمل. صحيا، جدد لباقتك البدنية بممارسة هواياتك القديمة بالسباحة مرتين أسبوعيا حتى لو في حوض سباحة شتوي.